حياكم الله. منهج ويكان نمبر 2 صفحة 32، وإن شاء الله سنكمل أيضا الدرس الذي بعده، لأن الدرس هذا بسيط. فونكس، صوتيات أسماء هذه الحيوانات. و وولف، فوكس، ثعلب، ذئب، يارد حديقة أو فناء، زيبرا اللي هو حمار الوحش، يارد و وولف و وولف يا يا يارد. طيب ننتقل للدرس اللي بعده، اللي هو وحدة جديدة، يونت نمبر 5، feelings and things، اللي هو مشاعر وأشياء. كيف نسأل أحدهم عن مشاعره؟ كيف نسأل أحدهم هل هو جائع أم لا؟ وكيف نقول أنا جائع بالإنجليزي؟ هذا هو الدرس. طيب unit number 5. طيب بسم الله نبدأ. Are you happy؟ هل أنت مبسوط؟ هذا يسأل صديقه. Yes I am، نعم أنا مبسوط. I have، أو أنا سعيد. I have a new laptop، أنا عندي كمبيوتر جديد، لابتوب. Look، انظر. وهنا What's the matter، وش فيك؟ What's the matter، وش تحس به؟ فيرد الولد فيقول I'm thirsty، أنا عطشان. Thirsty، عطشان. And my friend، وصديقي، is hungry. Hungry معناتها جائع. Thirsty، عطشان. وhungry، جائع. I am thirsty، أنا عطشان. I am hungry، أنا جائع. You are hungry، أنت جائع. وهكذا، فأنا أحفظ الصفتين أو الصفتان هاتان، thirsty عطشان أو ظمآن، وhungry جائع أشعر بالجوع. انتهى الدرس، ونشوفكم إن شاء الله بالدروس القادمة.